في الحقيقة لو نقرأ التاريخ نجد أنه هناك صارت ثورة داخلية في نفوس الناس، ثورة ندم، ثورة حسرة، ثورة أنهم قد ارتكبوا جريمة كبيرة في خذلان آل بيت الرسول، في نصرة آل بيت رسول نعم الله، يعني خذلوا آل بيت رسول نعم الله. تخلوا عنه. هم الذين دعوا الإمام الحسين ليأتي إليهم، والإمام الحسين حينما جاء لم ينصرونه، لم ينصرون سفيره نعم وهو مسلم بن عقيل نعم عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا الشعور بالندم هو الذي حرك ثورة التوابين، يعني 4000 فدائي يقومون بقيادة سليمان بن صرد صورة الخزاعي نعم. بثورته العظيمة للانتقام فقط والتوبة إلى الله نعم. مما فعلوا من الخذلان لآل بيت رسول الله، وجاء هؤلاء 4000 ولو بعد 3 أو 4 سنوات نعم. من حادثة كربلاء، 4 سنوات من حادثة كربلاء جاءوا إلى قبر الإمام الحسين وبكوا بكاء طويلا نادمين على فعلهم وطلبوا من الله التوبة والغفران، ولذلك ثم سموا ذهبوا إلى بالتوابين. الشام لقتال جيش يزيد بن معاوية.